سعيد اكثر من سعيد بالعمل. هلا كان في شويه كثير كنت خايفان، انا اول مره لانه بشتغل مسلسل، عاده ما اشتغلت مسلسلات من قبل، بس لما اول ما دقت لي تليفون مدام ناديا فما ترددت. وقدرت ناديا الجندي انها تقنع احمد اسير انه يدخل عالم الدراما للمره الاولى، وايضا قدرت انها تكون حديث السوشيال ميديا من خلال الاحداث الكوميديه بهالمسلسل، الى جانب اللوك ايضا اللي بتطل فيه. وانا موقفي سليم وحاجتي كلها هنا ومش هطلع من هنا. يابا خلاص نبلغ البوليس. مستحيل مستحيل يا جماعه، ما فيش حل تاني بقول لكم اهو. فبنشوفها بالدور اللي بتاديه بستايل سبور شيك، وبتنوع باطلالتها ما بين الكاجوال وايضا الترندي اللي بيعطوها طابع يونغ ومناسب للشخصيه اللي بتجسدها، وهذا من بعد ما انفصلت عن زوجها وقررت تعيش حياتها. بيعي شقتك وانا بيع شقتي ونشتري فيلا جميله نعيش فيها، وسيبنا بقى من الهم والرجاله والعيال والقرف ده. اما شعرها فما شفنا فيه اي تغيير، فما زالت محافظه على اللون الاشقر اللي نقدر نقول انه هو رافقها خلال مسيرتها، وايضا الميك اب كان بسيط سيمبل يات جلامرس. فتنا على مكياج ناتشورال، مكياج كلاسيكي، اشتغلت لها على ستايل انه نقدر نعمل كل المسلسل يكون طون واحد بالالوان اللي هن البنيات البرونز، الالوان بتلبق للون شعرها للسكن تبعولها للون عيونها لحتى ابرز ليهم يعني لون عيونها. فاحمد استخدم الالوان الترابيه مع لمسه جليتر خفيفه طوال حلقات المسلسل، ولكن شفناه بيستخدم الميك اب الاقوى في بعض المشاهد اللي ظهرت فيها بفستان ابيض في عرس بنتها. وتتش أحمد الفريدة بالميكب كانت حاضرة بها العمل أيضا على وجهها لفاخر اللي تميز بنعومته. وكان من حظي فعلا إن أنا ومدام ناديا الجندي عمل لنا مكياج. أنا اتفاجأت بالمكياج بتاعه، يعني أول ما بصيت قلت يا أحمد المكياج راح يبان very soft and very nice. وإلى جانب إعجابها بطريقة وضعها للميكب، هالة وجدت عدة أسباب بيخلوا جلسة الميكب تكون مختلفة معه. بيستعمل أدوات فعلا مش موجوده في اي حته، صعب ان انت تلاقيها بالوانها ببرانداتها بكل الحاجات دي، ونضيف بقى فلة بلس ان هو دمه خفيف جدا، بيعمل جو بهجه وجو فرحه فعلا، وبتنسى تعبك، بتنسى ان انت طول النهار شغال. وكمان الاسيست بتاعه نزار من اجمل الناس اللي ممكن تتعامل معاهم، واللي هو بيبقى حريص جدا على مكياج احمد. ان انا لقيت اصحابي حبايبي بيحبوني وبيخافوا عليا.